أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين 9 يوليو الجاري رسميا قرار إجراء نهائي السوبر في مباراة واحدة ليحسم بذلك الجدل حول إقامتها بنظام الذهاب والإياب. من جهة أخرى اقترح الاتحاد الإسباني رسميا مدينة طنجة المغربية لإقامة المباراة النهائية بين برشلونة وإشبيلية. وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي إنه اتخذ هذا القرار بالإجماع، مشيرا إلى أن النهائي 23 من كأس السوبر الإسبانية سيقام بشكل استثنائي في مكان محايد يوم الأحد 12 أغسطس المقبل. وبرر الاتحاد الإسباني اختياره لمدينة طنجة بالمناخ المناسب للمدينة وكذا التسهيلات في اقتناء التذاكر، مشيرا إلى أنه سيتم منح 6000 تذكرة لجمهور كلا الفريقين. لكن الاتحاد الإسباني مطالب بانتظار موافقة الاتحاد الدولي الفيفا للسماح بإجراء السوبر في المملكة المغربية. يشار إلى أن النادي إشبيلية كان الوحيد الذي امتنع عن إجراء السوبر من المباراة واحدة وعلى الملعب المحايد، لكن تراجعوا عن اعتراض بعد ضغط كبير من الاتحاد الإسباني ورابطة المحترفين.